أنا اسمي منتصر يسري، مواطن مصري، أسكن الآن ميدان التحرير، بس كان هدفي من التسجيل ده إن إحنا نوصل رسالة للناس اللي بره بتقول أنا بلطجية، والأحداث امبارح بتاعت العباسية مش هنتكلم فيها، هنقول إحنا معتصمين في ميدان التحرير هنا عشان خاطر خمس مطالب. الخمس مطالب دول جميع الأسر في مصر، في كل بيت، في كل شارع، في كل محافظة، في كل مدينة، في كل قرية، في كل مركز، في كل ناجة، متفقين على خمس حاجات دول. أول حاجة يا جماعة حق الشهداء اللي إحنا لسه ما خدناهوش. حق الشهداء من تكريم، من إهدار حقهم اللي أهدروه الناس دي، من اللي حصل لهم من معاملة كويسة، من معاملة سيئة، لازم الناس تتعامل معاملة كويسة. جميل. تاني حاجة، هذا المبدأ ده يا جماعة يختلف عليه حد في مصر، أي بيت في مصر يختلف عليه أول واحد ده. تاني حاجة برضو من ضمن مطالبنا من التحرير، تسريع المحاكمات، لازم تسريع المحاكمات، سرعة المحاكمات، علشان خاطر لازم مصر يبقى ليها حد إرادة، عشان خاطر مصر بعد ما تتسلم لسلطة مدنية بعد كده يعرف ان الشعب ده فايق، ووصل النظام السابق ان هو يتحاكم ويتحاكم بسرعة. جميل. المطلب ده برضو ما يختلفش عليه اي بيت في مصر. المطلب الثالث اللي احنا متصمين عليه في ميدان التحرير، اللي هو حد ادنى وحد اعلى الاجور. ما يبقاش وزير بيقبض مليون وعندي عامل نظافه بيقبض 190 جنيه و180 جنيه، لازم يبقى فيه موازنه، لازم يبقى فيه مساواه، ودي من ضمن الحاجات اللي نزلنا عليها ميدان التحرير من يوم 25 المساواه. جميل. برضو المبدا ده والطلب ده ما اختلفش عليه اي بيت في مصر، يعني ده توقع الشخصي وتوقع الناس، معظم الناس، ان ده بيت اي، ده مطلب ما يختلفش عليه اي شخص في مصر كلها. المطلب الرابع، الغاء المحاكمات العسكريه للمدنيين. ازاي انا مواطن مدني مصري اتحاكم محاكمه عسكريه؟ المحاكمات العسكريه دي اللي ابتدعها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لو رجعنا في 2008 الهيك ستيب اللي كان بيحصل في المحاكمات العسكريه. فلابد الغاء المحاكمات العسكريه لجميع المدنيين، ولابد ان يحاكم المدنيين بالقانون المدني. العسكري يحاكم بالقانون العسكري، والمدني يحاكم بالقانون المدني. مبارك بقى عسكري ولا مدني؟ لا، مبارك رجل عسكري، مش مبارك كلف نفسه ان هو قائد الاعلى للقوات المسلحه. لا، هو كان مدني ومسك نفسه القائد الاعلى للقوات المسلحه، ودي وظيفه ما مسكهاش رجل مدني. فهو رايح ايه، هيحيرونا بقى، هيحاكموا مبارك مدني ولا عسكري ولا مش هيحاكموه اصلا؟ في نقطه ثانيه ممكن نضيفها، اتفضلي. اي ثوره في العالم في حاجه اسمها ما بدلش المسيره. اي ثوره في العالم في حاجه، هو قال مش هتكلم عن اللي حصل في انا اللي هتكلم عن المسيره. ومعانا دي اختنا كانت معانا في المسيره بتاعت العباسيه، مش هتكلم عنها، انا بتكلم بخمس مطالب. انا اللي هتكلم عن مسيره العباسيه. الخامس مطلب، بعدين يا جماعه الخامس مطلب يا جماعه، مروه، الخامس مطلب عندنا من مطالب ميدان التحرير اللي ما يختلفش عليها اي بيت في مصر، تطهير الشرطه، يعني تطهير الداخليه كشرطه وكامن مركزي. جميل. انا ما بقولش نحل الشرطه، نحل امن مركزي، انا بتكلم في تطهير السجن القضائي، تطهير المنظمات المدني، تطهير الدوله بشكل كامل، مش تغيير سياسي. وشكرا يا استاذ. لا، انا ما حضرتش المسيره كامله، فما يعلق عليها ان شاء الله استاذ ذاتنا.